منذ لحظات، وهو شوط خاص بالثنايا الجعدان المهجنات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ. مسافتنا المعتادة والمقررة مع هذا الانطلاق ومع بداية هذا الموسم هي 6 كيلومترات. نتابع البداية والمقدمة وأرس الهود من قاد المجموعة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان براد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في عملية تضميره وتدريبه. المركز الثاني من الجانب الآخر، ولكن أرى التسلل في هذه اللحظات من شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راد المكتوم وبقيادة أبو عبيد ثاني بن عبيد بن كديدة. من يتابع هذا الانطلاق لشاهين وانطلاقته المتميزة مع المركز الثاني ثالث التحديات. برج المشاهدين متابعين الكرام، من يتسلل مع المركز الثالث اسمه الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي وبقيادة فايز من غافان اليابري من بدأ ينطلق مع المركز الثالث، ولكن ارى القدوم والتسلل. الاسد بدأ يتسلل مع المركز الثالث، الاسد العايدة ملكية اسمه الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي سالم بن علي بن بخيت المسافري من اعلن هذا الانطلاق مع المركز الثالث. نتابع المركز الخامس والتسلل، للشاهين لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم وانطلاقة حمد بن علي العويسي متابعا لهذا الانطلاق مع المركز الخامس. سادسا مشاهدينا متابعين الكرام، أرى التسلل مع المركز السادس، وأرى القدوم في هذه اللحظات لشاهين لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن رايد المكتوم عبد الله بن سلطان بن شر الخاطري متابعا لهذا الانطلاق متابعا لهذا التحدي الرائع. ومع المركز السابع مشاهدينا متابعينا الكرام، التحديات القادمة، التحديات المثيرة. يا سلام، نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثامن، وأرى التحديات القادمة في هذه اللحظات من الشمالي من بدأ يتسلل أيضا ينطلق مع المراكز المتقدمة الشمالي وبشعار سمو الشيخ صغر من وليد القاسمي علي بن سعيد الخاطري متابعا لهذا الانطلاق. يا سلام، التحديات مثيرة. رياض يتسلل مع المركز التاسع التابع لهجن العاصفة، ومع المركز العاشر مرموق ايضا بشعار هجن العاصفه وبقياده الواثق حمد بن راشد بن غدير متابعا لهذا الانطلاق المثير، متابعا لهذا التحدي الرائع. نعود بالصداره مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع البدايه، نتابع المقدمه، نتابع التحديات المثيره والانطلاقات الرائعه في هذا المساء الجميل. ومع هذا سن الثنايا الصداره والمقدمه مشاهدينا متابعينا الكرام. يا سلام، التحديات جميلة بالفعل مع هذا الانطلاق المثير، مع هذا التحدي الرائع. نتابع البداية، نتابع المقدمة، والتغيير التغيير التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة والصدارة في هذا الشوط. نتابع أيضا شعار سمو الشيخ زايد بالمر بالمكتوم المكتوم من انطلق بالمقدمة مع شاهين يقدم الشاعر حمد بن علي العويسي متابعا لهذا الانطلاق المثير ومركز ابو علي مع هذا الانطلاق ايضا والاندفاع المباشر للشاهين المركز الثاني. وصل في هذه اللحظات سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان براد المكتوم السعيد بن عبيد الحميري متابعا لهذا الانطلاق، ومع المركز الثالث وصل مشاهدينا متابعينا الكرام برق التابع لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير من يتابع انطلاقة برق مع المركز الثاني. رابع التحديات، المركز الرابع الشمالي يتسلل في هذه اللحظات لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي علي بن سعيد الخاطري متابعا ايضا ومنطلقا مع هذه التحديات الرائعة. المركز الرابع
شاهين يتسلل في هذه اللحظات لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة أحد الشباب عبد الله بن سلطان بشر الخاطري من بدأ يتسلل في هذه اللحظات. يا سلام، التحديات رائعة والانطلاقات مثيرة مشاهدينا متابعينا الكرام. المركز السادس، المركز السادس هم الولي معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد محمد بن سعيد بن مبروك الحميري. من يتابع، من يتابع هذا الانطلاق لهملول مع المركز السادس الكوكبة السداسية على المقدمة والصدارة، ومع المركز السابع، المركز السابع أرى التسلل في هذا الانطلاق المثير مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع مشوش، نتابع مشوش، التابع الهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير. من يتابع انطلاقة مشوش اللي بدأ ينطلق في هذه اللحظات مع المركز السابع ثامنا. نتابع، نتابع شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي وبقيادة السهيل بن سالم العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن بنعود مع الصدارة بعد المغادرة أيضا واغترابنا، اغترابنا مع لوحة الإعلان ولوحة التذكير. 1200 ما تبقى عن خط النهاية، وأرد تسلل، أرد تسلل لهملول اللي انطلق بالصدارة، انطلق بالمقدمة بالشعار معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد محمد بن سعيد بن مبروك الحميري. من يتابع، من يتابع انطلاقة هملول، ولكن أرى الانطلاق لبرقة التابع الهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والمتابعة. والمركز الثالث، المركز الثالث وصل شاهين لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة عبد الله بن شر الخاطري. من يتابع، من يتابع نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع، نتابع البداية، نتابع المقدمة والتغيير، التغيير، التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة. شاهين قاد المجموعة لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم سلطان بشر الخاطري. من يتابع، من يتابع هذا الانطلاق، ولكن برق، برق بدأ يتسلل، بدأ يبرق على المقدمة، بدأ يقود الجموع في هذه اللحظات بالشعار، بالشعار هجن العاصفة. قدم الواثق حمد بن راشد بن غدير. ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذا الانطلاق المثير. نتابع، نتابع شعار هجن الرئاسة يتسلل في هذه اللحظات. وحمدان بن عوض بالشيلة العامري. من يتابع انطلاقة شاهين مع المركز الثاني، اللحظات الأخيرة، برق وشاهين، شاهين وبرق. يا سلام، يا سلام، يا سلام، التحديات والمعركة طاح على المقدمة، ولكن بارق في اللحظات الأخيرة. تهاني للهجن العاصفة، والتهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير. شاهين مع المركز الثاني من هجن الرئاسة. المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم. المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم. والمركز الخامس شاهين لهجن زعبيل يصل مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول برق إلى خط النهاية بشعار هجن العاصفة. يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق و51 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، والتهاني موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير. شاهين يصل مع المركز الثاني بشعار هجن الرئاسة 9 دقائق 52 ثانية، جزئين من الثانية. التهاني موصولة أيضا للمضمر حمدان بن عوض بالشيلة العامري، بينما اللي وصل مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول شاهين إلى خط النهاية 9 دقائق 54 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ زايد بالمر بالمكتوم المكتوم، والتهاني موصولة لحمد بن علي العويسي.